سلام شباب، معاكم ارايك. جبت لكم اليوم الحل اللي اقدر اسميه النهائي حق مشكله شاشه انكسار بالبلاي ستيشن 5، بس ضروري لازم يكون عندك هارد ديسك خارجي عشان تقدر تسوي الحل هذا. اذا ما كان عندك شوف الفيديو اللي قبله، راح يعتبر حل مؤقت، بس ننطر يوم الثلاثاء ونشوف الحل. الحل هذا راح يعتبر نهائي لانك راح تقدر تنتقل من لوبي لوبي بدون اي مشكله، نفس الاسابيع اللي طافت او الايام اللي طافت عادي. فكل اللي عليك بس انك تنقل ردد من مساحه تخزين بلاي ستيشن 5 العاديه الى الهارد ديسك الخارجي، وبس تقريبا حل الموضوع. راح احط لكم فيديو الحين، بس ان انا دشيت اللعبه عادي، بعدها انتقلت لوبي ثاني بنفس الوقت من غير مشكلة، بس عشان تأكدون ان الحل هذا شغال. وبس، والله يعطيكم العافية.